الكل يعلم بأنه ترامب يعني مبتز، يعني رئيس أمريكي مبتز، والدليل ما كان يقوم به أثناء ولايته السابقة، ابتز كل العالم حتى أوروبا، يعني حلف شمال أطلسي ابتزوا وبصورة واضحة المعالم. وأنا أعتقد من الأشياء اللي تهمنا كعراقيين يعني الاتفاق حول انسحاب قوات التحالف، أعتقد بأن ترامب لن يوافق عليه وسيلغي هذا الاتفاق فيما يتعلق بنا نحن كعراقيين، وأكيد سيكون موقفه أقوى على إيران، لكن فقط ليس كما قلت لإنهاء النظام في إيران، لكن لمجرد تهذيب النظام في إيران، لأن هناك تخاذل كبير بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية تحتاج لبقاء إيران بهذا النهج العقائدي.